فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا في سبيل الله
الذين Amen.
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال وإن تصبهم حسنة يكونوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة والآخرة خير
فإذا برزوا من عندك فهي طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما فأعرف عنهم وتوكل على الله والله يكتب
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن
وكان الله